تعالى بما ان احنا ذكرنا مجموعه من كبار الاصوات التي تطربك، انا من الناس اللي اول ما اعرف انه في اغنيه لمدحت اكيد هسمع مدحت صالح، يعني ما فيهاش هزار، ومع حفظ الالقاب طبعا، يعني خصوصا ان ابنه زميلنا العزيز يعني. ويا سلام سلم على التترات بصوت مدحت صالح، يا دين النبي يا دين النبي، يعني اللي هو ايه، اخر سلطنه اخر ملك. الفنان الكبير جدا 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 مدحت صالح عمل لنا اغنيه بعنوان كلنا نفس القرار، وده بالتزامن بالتاكيد مع احتفالاتنا رقم او احتفالنا التاسع بثوره 30 يونيو. تعالوا مع بعض نسمع الغنوه ولا ناخد الاول؟ لا ده احنا ايه ده، معقول استاذ مدحت صالح معانا على التليفون؟ يا دي الهنا يا دي النور، ازاي حضرتك؟ مساء الخير يا استاذ يوسف. مساء الخير يا فندم، ازاي الصحه؟ مساء الجمال عليك وعلى كل اسره البرنامج وعلى كل الشعب المصري يا حبيبي. ده مساء الجمال والسعاده والفل على حضرتك طالما سمعنا صوتك استاذ مدحت، طالما تطربنا تمتعنا تشجينا بصوتك الرائع العظيم. الاغنيه الاخيره احنا هنستاذن نسمعها سوا وبعدين ارجع لحضرتك مره تانية. اشكرك، ماشي على راسي، ربنا يخليك يا فندم. يا مصريين تحملوا المسؤولية معي ومع جيشكم ومع الشرطة. كلنا نفس القرار، أمنها مش اختيار، مصر أرض ترابها عرض وإحنا عاللي كارهها نار. كلنا نفس القرار، أمنها مش اختيار، مصر أرض ترابها عرض وإحنا عاللي كارهها نار. اسمح لنا نرضي بيكي ربنا، مش مهم مين يكمل مننا، البطولة إيدنا واحدة كلنا، إيد بتبني وإيد بتحمي وإيد تأمن كل جار. كلنا نفس القرار، أمنها مش اختيار، مصر أرض ترابها عرض وإحنا عاللي كارهها نار. مصر أقوى من الظروف وإحنا ما بنعرفش خوف، مصر جيش مليان صفوف، الكبير قبل الصغير مننا، مهما كان إحنا في ده والدليل، صعب مصر فينا ينكر الجميل، والهدف واحد وهو حلم جيل. أمن مصر خط أحمر مستحيل. كلنا نفس القرار، أمنها مش اختيار، مصر أرض ترابها عرض وإحنا عاللي كارهها نار. كلنا نفس القرار، أمنها مش اختيار، مصر أرض ترابها عرض وإحنا عاللي كارهها نار. حلوة كما جرت العادة. نرجع تاني لحضرتك يا أستاذ مدحت، ألف مبروك على الأغنية وشكرا على الأغنية ده أولا يعني. لا لا يقولوا لا شكر على واجب. وأنا عايز أشكر كل فريق العمل في الأغنية دي، هو اللي كاتبها ابن من أبناء الداخلية، بس النهاردة أنا هعرفه للناس على يعني من غير رتبته العملية، هقدمه برتبته الإنسانية، هو الشاعر وائل العبيدي. الله. والحان الموسيقار الجميل مصطفى عوض، وتوزيع اسامه عبد الهادي. حلوه قوي الحقيقه. انا لما سمعت العمل ده من اول يعني من اول بدايته خالص، حسيت انه حاجه يعني شيء راقي، وكلامه يعني بيعبر عن يعني لو انا عايز اتكلم كلام عادي ممكن ما اعرفش انظم الكلام كده. ففي الحقيقه وائل عبيدي اللي هو يعني يعتبر ده تاني ابن من ابناء الداخليه على فكره، او الثالث، لان كان في الاستاذ صلاح فايز رحمه الله عليه، الله يرحمه، كان شاعر عظيم، وكان بس قوات مسلحه، وكان في مجدي النجار من ابناء الداخليه الله يرحمه. النهارده بقى وائل عبيدي من ابناء الداخليه، بس هو الانسان الشاعر يعني الجميل النهارده. لا بس الكلام فعلا حلو وبسيط وسهل وسلس. يعني
من اول ما ابتدينا ندخل الاستوديو كان زي ما بيقولوا بالمصري قرفته حلو، كان سهل، المساله ما كانش فيها عطله. بالظبط كده، بالظبط كده. وفي نفس انا قبل ما ندخل في غنوتنا عايز اطمن الجمهور اللي يعني محبي اصدقائي محمد الحلو ومحمد ثروت، الحمد لله هم في تحسن جميل وهم بخير والحمد لله. اصل اصواتكم دي حته مننا يا استاذ مدحت، ده بجد يعني، والله ما بهزر، والله العظيم ما مجامله، ما هو اصواتكم دي هي جزء من تكويننا الوجداني ومن ثقافتنا ومن ثقافه طريقه السمع بتاعتنا ومن تاريخنا وكل حاجه يعني، كبرنا وصغيرنا في النهايه انتوا كونتوا جزء كبير جدا من وجداننا ومن ثقافتنا ومن الذائقه الموسيقيه بتاعتنا. كل ده بقى بيرجع لمصر حبيبتي بقى، لانه برضو انتوا لولاكوا يعني ولولا المصريين احنا ما كناش هنبقى موجودين بينهم يعني بالشكل ده. فهم يعني مصر دي حبيبتي والمصريين اغلى حاجه عندي في الدنيا، وانا دايما بحس ان انا عايز اقدم كل اللي اقدر اعمله ومش عايز حاجه غير اني بحبها بس. ده انا متاكد منه. استاذ مدحت، يمكن احنا عندنا مسابقه موسيقيه او مسابقه فنيه للمواهب بشكل عام، موسيقى غنى وشعر وقصه قصيره وما الى ذلك. فانا كنت بقول للناس اللي عاوزه تشارك بلاش تتكسف او تخاف او ما تتشجعش وتقعد تكبت في موهبتك. استاذ مدحت صالح ينصح المواهب الجديده بايه؟ والله انتوا عملتوا حاجه جميله، وانا عجبني عبد الرحمن اللي هو من المنوفيه، وفي البنوتة اللي غنت بعدين، غنت في الحفل برضو هايلة. فانتوا في الحقيقة اللي بتعملوه ده احنا محتاجينه. هو على فكرة يعني لما يكون في اكتر من 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 من, من جهة بيبقى شيء جميل يعني. برضو في 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 الاوبرا وزارة الثقافة انا شاركت في اكتر من لجنة تحكيم، وبرضو بيقوم مجهود جميل، وانتوا اللي بتعملوه النهاردة ده يدعم ده، ونبقى عندنا شباب زي الفل زي الورد، ومحتاجين بس ان احنا يعني ناخد بايديهم مش اكتر يعني. هو يبقى ياريت كمان، ونتشرف ونفرح وننبسط اذا الفنان النجم الكبير مدحت صالح يبقى شريك معانا في لجنة التحكيم في ده ويساعدنا في اختيار. يا سلام مدحت صالح بنفسه ما حفظ القبر لنا من عين. يا بختنا يعني، يا بختنا يا بختنا ويا بختهم بالمناسبه. ربنا يخليك يا رب يخليك. استاذ مدحت، كيف ترى المشهد الحالي موسيقيا في مصر؟ يعني انا هقول لك رايي بدون اي توريه. انا عارف كما جرت. انا مع ان كل حد عايز يغني وهو مع الوقت لو ما كانش عنده خبرات هيتعلم، ومع الوقت لو كان بيقول كلام مش قد كده هيلاقي ان الناس بتقول له لا حاول تصلح وهكذا. وبعدين بشوف ان الفن لا محدش في الدنيا يقدر يعمل حجر عليه، ده فن. وبعدين انا بشوف انه لو الشباب بيتجهوا للفن والموسيقى فده أجمل بكتير من أنهم يتجهوا لأي اتجاه تاني، وإحنا شايفين وشايفين العالم حوالينا فيه إيه، وشايفين الشباب بيتوجهوا بشكل ما عشان نخرج بره أطر معينة تعودنا عليها وتربينا عليها. بس إنما بالنسبة اللي عندنا هنا في مقنش نفسي نسيب كل الناس تغني، لما يغني أحسن ما يعمل أي حاجة تاني. ما هو أول ما يقول نسيبهم نغني الناس تهاجم فيقدم استقالته. لا، الناس انا بشوف ان الناس اللي بتهاجم هقول لهم في ناس تاني بتحب. وانا مش يعني مش بالضروره ابقى يعني انا اي فنان يتخيل انه بيرضي 100 مليون يبقى مخطئ. يبقى مخطئ طبعا. مفيش حد بيرضي كل الاذواق، استحاله. اخلي كل المزيكا على مزاجي انا، على يعني على مزوجي انا، على ذوقي انا هسمعه. اللي مش على ذوقي بمنتهى الهدوء مش هسمعه. زي ما بتفرج ممكن قناة شفت عليها حاجة مش المستوى اللي أنا بحبه، فبغير الحكاية بهدوء من غير ما انفعل ومن غير ما أقعد أجرح في حد ونقلل من قيمة حد وهكذا يعني. أنا طبعا مع احترامي لآراء كل الناس، بس أنا أحب إن الفن يكون بشكل مطلق، وبكررها ان الغنى والمزيكا احلى من اي اتجاه تاني. تشجع الاستاذ هاني شاكر انه يعود عن قراره؟
انا يعني كل اللي اقدر اقوله ان هاني بذل مجهود جبار على مدار الدورتين وكتر خيره جدا وتحمل حاجات ما يتحملهاش حد في حجمه وفي حجم اسمه وفي حجم نجوميته، فكتر خيره وهو عمل اللي عليه ولا يلام على اي حاجه. وبعدين بنتمنى للي جاي ربنا يقدره ويقوله يا رب يا رب. يبقى احنا ان شاء الله هنشوف حضرتك قريب في لجنه تحكيم نجوم التاسعه. قول لي على الميعاد وانا عليا، انا وحشني. ده 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 انا اقعد تحت البيت عشان اقول الميعاد. يا حبيبي يا حبيبي ربنا يخليك. يا رب يخليك يا استاذ مدحت، الف الف شكر ليك وشكرا على الغنوه ودايما شكرا على اللي بتقدمه لنا. كل الشكر للفنان الكبير النجم. تحياتي ليك ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم، الف الف شكر جدا للنجم مدحت صالح. وكويس جدا ان احنا اطمنا منه على الاستاذ محمد الحلو وعلى الاستاذ محمد ثروت. ربنا يا رب يديهم الصحه ويرجعهم لنا يعني مرة تانية إلى المشهد الموسيقي والغنائي بألف صحة وسلامة. وعرفت إن الأستاذ محمد الحلو سأل عليا كمان اللي هو يا بختي، مفيش حاجة بعد كده يعني ولا قبل كده، إيه الجمال والحلاوة دي. ربنا يا رب يرجعهم بالصحة وبالسلامة ويعودوا تاني يسمعونا صوتهم الرائع ويملوا حياتنا مزيكا حلوة وأصوات جميلة.